يصاب الشخص بالحمى إذا ارتفعت درجة حرارة جسمه عن المعدل الطبيعي، إنها علامة شائعة للعدوى. يقوم جسمك دائماً بتكييف درجة حرارته استجابة للظروف البيئية. على سبيل المثال، تزداد درجة حرارة جسمك عند ممارسة الرياضة، وإذا قمت بفحص درجة حرارتك باستخدام مقياس حرارة فسترى أنها أعلى في المساء. وعادة ما تختفي الحمى من تلقاء نفسها، ومع ذلك إذا ارتفعت درجة حرارة الجسم بشكل كبير فقد يكون ذلك من أعراض الإصابة الشديدة التي تحتاج إلى علاج طبي. في هذه الحالة قد يوصي الطبيب بدواء لخفضها. ارتفاع درجة حرارة الجسم يعني ارتفاع درجة حرارة الجسم عن المعدل الطبيعي وهو 37 درجة مئوية، والشعور بالقشعرير والتعرق والتعب والإرهاق وعدم القدرة على الحركة والتركيز. وعند شعورك بالحرارة العالية وأن جسدك أصبح ساخناً، فيجب أن تتأكد من درجة حرارتك باستخدام ميزان الحرارة. ويوجد عدة أسباب لارتفاع حرارة الجسم، نذكر منها: أولاً، الإصابة بضربة شمس، وذلك بسبب التعرض لأشعة الشمس القوية بشكل مباشر لفترة طويلة من الوقت. ثانياً، الإصابة بالالتهابات، ومنها التهاب الأذن الوسطى والتهاب اللوزتين وأنواع أخرى من الالتهابات المتعددة. ثالثاً، ظهور الأسنان لدى الأطفال الصغار قد يصاحبه أيضاً ارتفاع درجة الحرارة والتعب والإعياء. رابعاً، الإصابة بورم سرطاني من السرطانات التي تصيب الجسم مثل سرطان الدم. خامساً، أخذ دواء لعلاج مرض ما مما يسبب أعراض جانبية مثل ارتفاع درجة الحرارة. سادساً، الإصابة بمرض الإنفلونزا الشديدة ولفترة طويلة من الوقت. سابعاً، العدوى الفيروسية أو الإصابة بالجراثيم مهما اختلف نوعها. المسبب الرئيسي لارتفاع درجة حرارة الجسم هو عدوى فيروسية أو عدوى جرثومية. والسمة الأساسية التي تميز مرضاً جرثومياً هي ارتفاع درجة الحرارة المفاجئ والميل إلى الارتعاد، خلافاً للمرض الفيروسي الذي ترتفع فيه درجة الحرارة بشكل تدريجي ولمدة أطول. لا يوجد شخص لم يتعرض في يوم من الأيام لمشكلة ارتفاع درجة الحرارة، وبالذات في مرحلة الطفولة، فالأطفال هم أكثر عرضة لارتفاع درجة الحرارة من الكبار. ومهما اختلفت أسباب ارتفاع درجة الحرارة في الجسم، فلا بد من معرفة سبب وعلاجه بشكل أسرع، لأن ارتفاع درجة الحرارة مؤشر خطير لإصابة الجسم بمرض ما، ويجب عدم التهاون والإسراع في التخلص من الحرارة المرتفعة وعودة الجسم إلى درجة حرارته الطبيعية وهي 37 درجة مئوية. ومن بين الأدوية الأكثر شيوعاً لخفض درجة الحرارة باراسيتامول أسبرين، لكن من غير المحبب إعطاء الأسبرين للرضع والأطفال دون سن 13 عاماً، وخاصة في حالات الإنفلونزا، تحسباً من حصول ضرر للكبد أو من الإصابة بمتلازمة راي التي تسبب أضراراً خطيرة في الكبد وضرراً في الدماغ.